اتفرج على المشهد ده، ده اول مشهد لنهال عنبر في السينما على الاطلاق. يا ما تفتكري ان انا موظف مهم وبس. عارفه انك سياسي وراجل اعمال من الباطن، يعني مش محتاج لفلوسك ولا فلوس السيد والدك. انا هتجوزك. بتقولي يا فتحي بيه هتجوزك؟ تفتكر في حد ممكن يتجوز بالطريقه دي؟ في احنا الاثنين. انت راجل سياسي وتحب التفاوض، وانت كمان سيدة اعمال، ممكن تعملي صفقه في لحظه وبالتليفون. انا عارفه انت عاوز تتجوزني ليه، عايز تخبي فلوسك جوا فلوسي. اوكي نتجوز، مشينا في الجواز وكنا حلوين، نخلف عيال، جوازنا بقى طلع دمه تقيل، ادينا شركه.